كده بقى في الكتاب الصغير انا عندي صوره لينس لينس ذات واللينس ده كان له الفا كده ولا لا والويت ذات كان له الفا يبقى كام الفا ذات عندي ذات عندي الفا ذات الفا بتاع الان ودي الفا بتاع الويت عندي كام الفا ذات وهنا فضربوا باثنين عشان عندي بعدين ذات حد ثاني في دلتا دي فرق الكلمه شرط او فرق درجات الحراره فعرفنا كلمه اسباتشر يبقى لما اجي اتعامل على الاريا بستخدم ايه هديك الفا واحده تضربها باثنين عشان انت بتتكلم على مين اريا اسباتشر تمام يا شباب يعني كويسه لحد دلوقتي سؤال طيب البوليوم اسباتشر ده بيهمنا جدا هنا البوليوم اسباتشر كام بعد بيزيد عندي بقى هنا انا عندي دلوقتي مثلا ده الناس اللي بتتكلم يا جماعه بتتكلم ليه يا ابني بتتكلم ليه انت مش فاهم اللي انا بقول فاهم حاجه اللي انا بقول اه امال ايه بتتكلم هنا يمين وشمال ازاي فاهم يعني مش فاهم ها ازيك في البيت ياخد درس ازيك في البيت ركز انت مش مخليني انا ركز انت مركز انا مش عارف اركز فورم سناتشر عباره عن ايه كم دايمنشن هنا عندي؟ اجلال ولا وقت ولا هايبر يبقى الثلاثه دول المفروض يزيدوا بنفس الدرجه طبعا عشان ناخد الابروكسيميشن ده لان احنا لسه فين؟ في البريباراتوري يير طبعا لو انا هتكلم صح المفروض ده ممكن يزيد بدرجه جدا جدا لكن احنا هنا هنقول انتروداكشن جيت سبورت ماليش مهندس ميكانيكال وبالتالي بفترض ان اللاند هيزيد قد الوقت هيزيد قد مين؟ اللي بنسميها ايزوتروبيك متنازل ايزوتروبيك اكسبانشن فرض بالسمبلستي لتبسيط الحاجه بتاعتنا عشان الجير بتاعتنا اللي احنا فيها يبقى الهواء في الحاله دي كام او خزات عندي يا شباب؟ ثلاثه يبقى الهواء في الحاله دي يبقى عندي في او يبقى المهم في ايه يا جماعه؟ دي او لما باجي اتكلم على الفوليوم اكسبانشن استخدم كام او دي او يبقى الهواء بتاعتنا اه بص كده ادي الفوليوم الاولاني لما حصل الاكسبانشن ده كان اوريجنال فوليوم في او فبص معايا فبطل ايه؟ او اكسبانشن ذا سيم ان اول دايركشن ده الشرط بتاعك وديورنج الكورس بتاعنا ده احنا فاضيين الشرط ده عشان برضه لما تطلع وتاخد الكلام ده على مور ديتيلز في الكلام ما تقولش كنا بنقول حاجه ان ايه؟ بطريقه يبقى لو دلتا في ايه في دي بقى حاططها؟ دلتا في بالتوفيق ده في نقطه دلتا في ليه ما كتبتش 3 الفا على طول كده؟ ليه ما حطيتش 3 الفا على طول؟ لان الفوليوم اكسبانشن قد يكون اللي بيزيد عندي ما هوش سوليد قد يكون جاب اجيب له منين ثلاث ابعاد؟ قد يكون ووتر اجيب لها منين ثلاث ابعاد؟ قد يكون ليكويد مش جاي ولا لا؟ يبقى هنا اتكلمت على بيتا اللي اسمها ايه الحاله دي؟ بيتا اسمها ايه؟ اسمها الفوليوم اكسبانشن كوفيشنت صح؟ معامل التمدد الحجمي فوليوم اكسبانشن كوفيشنت بتسميه ايه يا جماعه؟ بيتا وقلنا فور سوليد فور سوليد بقى ديت بص معايا يبقى بيتا ده هيبقى جيبن دي في الامتحان هيبقى جيبن لو كنت بتكلم على ريكورد لكن لو كنت بتكلم على سوليد بيتا ايكوال 3 الفا بريليشن تمام؟ بيتا ثابته لو بتكلم على ليكويد اقول لك بيتا فور ووتر ايكوال كذا بيتا فور بنزين ايكوال كذا اجيبن وتبقى جيبن دي كلمه بتاعتك مش بروفيت لكن لو انا بتكلم على الصوره الماتيريال وجيت الامتحان قلت لك خد الفا بتساوي كذا طب ليه يا دكتور ما تقاليش بيتا ليه؟ لان انا بقول لك بيتا بتساوي 3 الفا على اساس ايه؟ ان زي ما اتفقنا ان في ثلاث حاجات بيحصل لهم اكسبانشن كل واحده بيحصل لينير اكسبانشن ادي الفا ودي الفا ودي الفا يبقى كام عندي الفا كام اكسبانشن 3 الفا يبقى البيتا في حاله الصور الفلاني ايكوال كام يا جماعه؟ 3 الفا تمام يا شباب؟ فهمتوا الفكره؟ في اي سؤال؟
حد شاب نعم طبعا ممتاز تتكلم كلام صح كويس طب افرض الكونتينر ملوش شكله irregular shape افرض الاير ده موجود ماشي المفروض احط الاول الديكال فوليوم ده بتاع اير لانك انت دلوقتي هتقول برافو عليك لو انا مثلا المفروض احط باعتبار شكل الكونتينر سؤال جميل جدا يبقى معنى كده البيتا بتاعت الاير كفايه هتختلف عن البيتا مثلا بتاعت الاير المدرج ده يبقى لو بقى كده بتقول ان الفوليوم اكسبانشن بتاع الحاجه مرتبط بالصوره الماتيريال اللي قاعده فيه نقطه خطيره لكن ده ليها علاقه مين بالتركيب الكيميائي بتاع مين كيميكال ستراكشر بتاع الماتيريال الووتر ليها حاجه البنزين له حاجه الالكم له حاجه خد بالك دي بقى ما ربطناش الارض فانت كلامك مظبوط حتى كويس قوي ولكن النقطه الثانيه لو عملت زي ما انت بتقول يبقى معنى كده الاير ده هو هيبقى مرتبط بالفوليوم اللي قاعد فيه حسب النوع بتاعه الهيليوم نفسه ليه اكسبانشن غير الاير النيون مايكرو ليه اكسبانشن غير الاير ازاي في ناس يقول لك هاند العربيه بتاعتي لو شات مايكرو منها واشيل الاير منها ليه عشان الاكسبانشن بتاعه مختلف عن الاير فطريقه او الموضوع بتاع الاكسبانشن يبقى عمليه مش هتحصل عمليه ايه اكسبلوجن مش هتبقى بسهوله كل الحاجات دي لازم معاك لا هو خدت بالك الفكره بتاعتها فهمنا الفكره دي يبقى ده بي بي ده بي هو بيتا طبعا زي ما انت شايف بتساوي ايه؟ طبعا اليونت اوف بيتا زي الالفا بالظبط بيتا فور سوليد اولي شايفين يا جماعه؟ شايفين الكلمه بتقول ايه؟ فور سوليد اولي ايكوال كام؟ بي الفا حد مش فاهم؟ دي امثله بص معايا لما يسال شايف مثلا شايف الماتيريال طبعا مش هحفظها دي مش الالفا دي اتصور مثلا شايف الالفا شايف البنزين الاكسبانشن بتاعه اعلى شايف الاسيتون شايف الميركوري اكسبانشن عالي شايف الكادبري شايف الهيليوم طبعا انا كونفرجن كده وانا ببص على حاجات يبقى بقى في الاول كل ماده من دول ليها البيتا بتاعتها شوف دي جيفن او واحد مثلا في سؤال يا ولاد؟ طيب البروبلم هنا بتقول ايه البروبلم دي هنحلها مع بعض بتقول جاز ستيشن دايما بيكتبوا اعلان على جاز ستيشن ويقولوا ايه؟ دوم فوبوس التانك ما تملاش التانك على اكل طب ليه؟ بيقول عشان ما يحصلش ليك للجاز ما يحصلش ليك للبنزين اللي بتحطه في الايه؟ الحاجه دي ما تملاش الحاجه على اخرها طب ايه السبب؟ نشوف كده بص معايا من ايه؟ عندنا في مصر لا في كل الاكاد اي واحد بيشتغل من الحفره بيعرف انك حاجه تملى لما البنزين يقع في الارض. قلت لك والله كان فاضي مني. مش معايا برافو عليك. يتفق قوي في القطر اللي هي مثلا هي في بلاد مش زي مصر في بلاد انت بتبقى مثلا على درجه حراره ميه شويه الشمس تطلع شويه تبص تلاقي درجه الحراره قلبت ل 60 ساعات التغير بيكون جامد قوي عند الناس دي فبتفرق قوي على الموضوع ده احنا عندنا مثلا زي مش 25 قاعده لغايه ما الدنيا تبقى بالليل صح ولا لا؟ صح قلت لك هو الجواز اللي هو الكاتيزيشن ونحطها بتاعي معايا اسمه ايه؟ ولا تمشي 35 ديجري يبقى دي انيشال ولا انيشال يبقى على طول اتاكد ان انيشال يا جماعه كام؟ اتاكد ايه؟ هذا المكان اللي بتاعك في اليوم تقول لي انا متاكد كويس اقول له انت اوكي خالص اول حاجه اشوفها بحطها في انيشال 35 ديجري طيب وبعدين بيقول ولا تمشي 35 ديجري وفين في ده ام بي 50 ريزر تاك تمريته يبقى هو في الفوليوم ده كوريتش البوش ولا لا ده كده كده 55 ريزر يبقى في نوت 55 ريزر واحد من الطلبه قاعد يحول معايا يحول من 55 ريزر قاعد يحول لميتر حول انا قلت لك هنا نمت خالص اس اي يونكس احنا بنتكلم في الدروس دي مش محتاج احولها ليه؟ لان انا هطلعك لسه دي بالليتر خلاص انت اديتني انت اديتني فوليوم بالليفر هتطلع لي الدلتا في ايه يا جماعه؟ ليه اضيع وقت كتير واعمل شغلانه عشان احول من ليزر الى ليزر فيوبي؟ خلاص انا هقول لك الدلتا في مثلا يكون هتشوفها بكام؟ كام ليزر؟ زي ما انت بتتكلم بالليزر هديها لك الليزر صح ولا لا؟ خدت بالك؟ يبقى ما اضيعش وقت في المساله في التحويل الاول.